أعطيك يعني علماء في بريطانيا متخصصون في دراسة الغيوم والمطر لا يعرفون هذه المعلومة، هذه معلومة حديثة جدا. نشرت مقالة قبل فترة على موقع بي بي سي حول أوزان الغيوم، فالكاتب متفاجئ عندما قام بحساب وزن الغيمة العادية المتوسطة، ليست الغيوم الركامية التي ينزل منها المطر أو الودق التي وصفها الله سبحانه وتعالى في آية النور، نعم، ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. قام بحساب وزن غيمة عادية صغيرة، ربما من على الأرض تشاهدها صغيرة جدا، فكان وزن هذه الغيمة 500,000 كيلوغرام. الغيمة الصغيرة وزنها 500,000 كيلو، 500 طن. نعم، الغيوم الركامية التي يتشكل فيها البرق والبرد وتكون عبارة عن طبقات بعضها فوق بعض، يمكن أن يصل وزن الغيمة الواحدة إلى أكثر من 10 مليون طن وأكثر بكثير. فالكاتب البريطاني متفاجئ أنه كيف تسير هذه الغيمة وزنها 10 مليون طن تسير وتتحرك بكل هذه الحرية وتسير فوق رؤوسنا، ماذا لو وقعت؟ ما الذي سيحدث؟ هذه الأوزان الهائلة. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن الله. فنحن عندما نتأمل هذه الأوزان الثقيلة ونرجع إلى القرآن لنجد أن الله تعالى ينبئنا عن هذه الحقيقة بقوله وينشئ السحاب الثقال. وينشئ السحاب الثقال، سحاب ثقيل، هذا مصطلح علمي حديث. يعني أنت إذا تدبرت الكتب العلمية الصادرة حديثا حول الغيوم، كلمة السحاب الثقال يعني heavy clouds هو مصطلح حديث غير معروف. يعني قبل 200 أو 300 سنة ربما كانوا يظنون أن هذه السحب لا وزن لها، هي هواء، وكانوا يعتقدون أن الهواء ليس له وزن. فقط في العصر الحديث تم إثبات أن هذا الهواء له وزن، ولكن لم يتخيلوا أن هذه الغيوم الثقيلة إلى هذه الدرجة. سبحان الله. إذن عندما نتعرف إلى الحقيقة العلمية لابد أن نزداد يقينا وإيمانا بالله.